شوف هادو كاينين، ولكن راح نفاجئك راهم من الطرف تاع النخب الوطني، ما راهمش من الطرف الصحفيين. كاين ناس كاين ناس في المحيط تاع النخب الوطني وتاع الاتحاديه هما اللي هم يزرعوا هذا التريك تاع الفتنه. هاد الناس هذو فريد مقبله قلت كان من الواجب على المكلف بالاعلام يدير واش يديروا ان تريك دو فورماسيون للصحفيين. اي لازم هو يكون اعلامي باش يعرف يديروا. انت فريد في هنايا في البلاطو هذا انا ما تبعش الحصه، قالوا لي عندها اسابيع ولا اشهر، قلت باللي في واحد التصريح تاعك الندوه الصحفيه المقبله لازم بالماضي يطلب من الصحفي اللي يجوا تما يجبدوا بطاقه المهنيه هكذا. صح. هل المكلف بالاعلام صحفي؟ المكلف بالاعلام صحفي يبدا بلي قدامه. شوف الفريق الوطني والاتحاديه التنظيم عندهم منعدم، ما كاش التنظيم هكذا في كل جوانب.